بسم الله الرحمن الرحيم، بنبدأ مع بعض النهاردة إن شاء الله المحاضرات الخاصة بمادة أساسيات الاتصال. طبعا المحاضرة النهاردة هتكون محاضرة تمهيدية بتخدم الطلبة اللي هم إن شاء الله هيتخصصوا في مجال الاتصالات. طبعا انتوا عندكم تخصصين، يا إما إنك أنت تتخصص اتصالات أو إن أنت تتخصص قوى وآلات كهربية. فهذا الكورس يعتبر مفيد لطالب اتصالات بشكل كبير، طالب باور برضو بيستفيد من هذا الكورس بشكل ما، لان هو اصلا طالب باور برضو مهم بالنسبة له انه يعرف ازاي نعمل عملية اتصال، ما يعني نبعت داتا معينة او بيانات معينة من مكان الى مكان بتتم ازاي. فمهم بالنسبة لطالب باور ايضا ان هو يعرف هذا الموضوع، وبشكل عام مهم جدا لاي طالب في هندسة انه يفهم ازاي عملية الاتصال بتتم. وطبعا احنا بنديها في شكل اساسيات، انك انت ممكن بتخدمك انك تفهم ازاي الكوميونيكيشنز بيتم من خلال هذا الكورس. يعني الكورس ده بيفهمك ان انت طبعا دائما وابدا زي ما انت شايف كده، اكيد انت بتتساءل او عايز تفهم ان انا دلوقتي بديك المحاضرة اللي انا بديها لحضرتك دلوقتي، انا في مكان وانت في مكان وفي اتصال ما بيننا، فانت عايز تفهم اساسيات في هذا الموضوع. حضرتك لما بتيجي تكلم زميلك في الموبايل دلوقتي، المفروض ان انت من اي مكان انت موجود فيه وهو موجود في مكان اخر بتقدر انك انت يتم اتصال ما بينكم. فحاجة مهمة بالنسبة لك انك تفهم طب ده بيتم ازاي، او العملية بتتم ازاي. تمام. فطبعا انتوا عارفين ان مجال الاتصالات اتطور بشكل كبير جدا، يعني زي ما احنا شايفين ان انت في اي مكان في العالم تقدر تتواصل مع شخص في مكان اخر بشكل بسيط جدا جدا جدا، خدت بالك؟ فطبعا فمجال الاتصالات توسع في هذه الفترة بشكل كبير، فانت لازم كمهندس كانجينيرنج تفهم ايه اللي بيحصل والعملية بتتم ازاي، وازاي بيتم الاتصال ما بين، سواء ان مثلا شخصين بيكلموا بعض ده في مكان وده في مكان، سواء مجموعة من الاشخاص بيكلموا بعض. كل الحاجات اللي هي فيها الاتصال في مكان لمكان بعيد عنه، المفروض انك انت بس عايزك تفهم الاساسيات بتاعتها. طبعا قدامنا السلايد اللي ظاهرة قدامي دلوقتي مبين لك ان مجال الاتصالات مجال واسع جدا. زي ما انت شايف اهم حاجه فيه مثلا الموبايلات دلوقتي، اللي احنا دلوقتي لا يخلو اي شخص ان هو يبقى دلوقتي معاه موبايل، لان الموبايل دلوقتي حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا. دلوقتي انا عايز اتصل باي شخص في اي مكان اقدر من خلال الموبايل ان انا اتصل بيه، فده يعتبر حاجه مهمه جدا عندنا في الكوميونيكيشن. زي ما هو موريك كده الجي بي اس، طب ما هو الجي بي اس ده اللي هو ايه؟ اللي بيحدد اللوكيشن بتاعك. طب انا عشان اعرف اللوكيشن بتاعك بعرفه ازاي؟ ده لازم برضو يتم عن طريق ايه؟ كوميونيكيشنز، نوع من انواع كوميونيكيشنز خاص بحاجه اسمها الساتلايت كوميونيكيشنز. خلي بالك عشان انا احدد موقعك، انت عارف بيتم ده ازاي؟ انك معاك جهاز بيحتوي على جي بي اس، زي مثلا وات ايفر جهاز الموبايل. جهاز الموبايل دلوقتي بقى بيدعم خاصيه مثلا الجي بي اس، فبالتالي انا معايا الموبايل، الموبايل ده بيبقى فيه اشارات بايه، بتبقى موجوده بتطلع منه وبيستقبل اشارات وبيبعت اشارات. فمن خلال ان هو بيستقبل اشارات وبيبعت اشارات بيبعتها لحاجه معينه، بحيث ان الحاجه ديت، وبيستقبل برضو اشارات معينه بحيث انك في الاخر تقدر نحدد مكانك فين بالظبط. يا فاهم ازاي اللوكيشن بتاعك ده بيتم ازاي ان ديتيلز وان ديبث، ده ماده لوحدها. في ماده اسمها جي بي اس بتشرح بالظبط ازاي الكوميونيكيشن بيتم، بحيث ان انا استطيع من خلاله ان انا اتعرف على مكان الشخص، بس بشرط ان هو يكون معاه جهاز الجي بي اس. طبعا ممكن يبقى معاه جهاز جي بي اس، او ممكن ان هو يبقى معاه موبايل بيدعم خاصية الجي بي اس، يقدر من خلالها طالما في كوميونيكيشنز مع الجي بي اس بتاعك، يبقى تقدر انك انت نعرف انت مكانك فين بالظبط. طبعا ناس كتير حاسة بهذا الموضوع وبأهميته. يعني دلوقتي انت في مكان معين، ابسط حاجه زميلك كلمك بيقول لك انت فين ومش عارفين توصفوا لبعض، فبيجي يقول لك ايه؟ ابعت لي اللوكيشن بتاعك. مش انت بتسمعها؟ ابعت لي اللوكيشن. فانت بتبعت له اللوكيشن على الواتس مثلا، واخد بالك؟
او هو يبعت لك اللوكيشن بتاعه على الواتس، يبقى انتوا عرفتوا انتوا فين، انت عرفت هو فين وهو عرف انت فين، سهل الالتقاء. يعني هو يقول لك انا كده عرفت انت مكانك، خليك عندك وانا هاجي لك، وتلاقيه جاي لك. ليه؟ بعت له الموقع بتاعك. طب انت بعت له الموقع بتاعك، او ازاي تم الاستدلال على الموقع بتاعك؟ علم معين تبع الكوميونيكيشن اللي هو خاص بالجي بي اس اللي مكتوب عندي. الحاجات القديمه قوي الراديو والتلفزيون كلنا عارفين، الراديو اند تي في، كله عارف ان دي يعتبر نوع برضو من انواع الكوميونيكيشن سيستم، اللي هو بيتم من خلالها ايه، ان هي المفروض ان انا عندي محطه الاذاعه والتلفزيون اللي هي بتبث القنوات بتاعتها. المفروض ان احنا دلوقتي كل الناس اللي عنده جهاز طبعا لا يخلو بيت من الجهاز التي في التلفزيون، فالمفروض ان هو مثلا بيشاهد قنوات معينه. زمان خالص كانت قنوات ارضيه، كانت القنوات بتاعتك اللي هي القنوات العاديه خالص، كان بيشاهد هذه القنوات كلها في البيت بتاعه. القنوات دي جايه له منين؟ جايه من محطه الاذاعه والتلفزيون. واحد تاني برضو بيشاهد نفس هذه القنوات، واحد اخر واحد اخر، يبقى في عندي حاجه معينه اللي هي محطه الاذاعه والتلفزيون هي اللي بترسل لنا هذه البيانات او هذه القنوات. امتد الموضوع بقى في دلوقتي القنوات الفضائيه، يعني مش ممتد مثلا ان هي قنوات تبع مصر بس، لا ده انت في مثلا قنوات في جميع بقاع الارض. يعني مثلا ماتش متذاع، مثلا ماتش مثلا المفروض ان هو هذا الماتش بيقام مثلا في دوله معينه في العالم، في امريكا مثلا، دلوقتي تقدر انك تشوفها ولا ما تقدرش؟ زمان كان ما تقدرش تيجي تقول لا انا البث بتاعي ما بيبقاش غير فين، في مصر بس، يعني اي ماتشات موجوده في مصر تتذاع عادي، لكن ماتش مثلا في امريكا صعب ان احنا نشوفه. لا دلوقتي مجال الكوميونيكيشن اتوسع، تقدر من خلال القمر الصناعي انك انت تشوف الايه الماتشات في اي ايه في اي مكان في العالم من خلال القنوات الايه الفضائيه. تمام. طبعا برضو دلوقتي كمان حتى الجيمز بقى في وايرلس جيمز، يبقى في العاب انت عارف، يعني مثلا انت تقدر انك انت تلعب جيمز، تلعب مثلا شطرنج مثلا مع واحد في مكان بعيد عنك، كأنك بتعمل شاتنج معاه، تلعب معاه اونلاين، هو مثلا يحرك انتوا عارفين طبعا في الشطرنج القطع المختلفة، هو يحرك مثلا عسكري، انت تحرك حاجة، يعني كأنكم انتوا الاتنين بتلعبوا مع بعض على مسافة بعيدة جدا، انت في حتة وهو في حتة، وفي اتصال وفي كوميونيكيشنز ايه ما بينكم. فطبعا هو هنا بيقول لك هو الموتيفيشنز او الدافعية للعلم اللي احنا عايزين ندرسه اللي هو اساسيات الاتصال، ان احنا نفهم ايه الاساسيات وراء هذه المواضيع، الكوميونيكيشنز ده بيتم ازاي. فهو ده اللي احنا عايزين نعرفه، او ده اللي احنا عايزين ايه نفهمه خلال هذا الكورس. طيب دي يعني مقدمة سريعة جدا بنقولها على اساس ان احنا نفهم ايه الهدف من الكورس. طبعا هو بيكمل لك بقى برضو في الموتيفيشنز بتاعه، الموبايل كوميونيكيشنز ان جنرال، الموبايل كوميونيكيشنز اللي بيتم ده ما بيتم انت بتتكلم مكالمة، ده خلي بالك انت لما بتتكلم مكالمة في اي مكان ممكن تتكلم المكالمة دي وانت مثلا في مكان معين، مش لازم تكون واقف في مكان معين، لا ده انت لو كنت كمان بتتحرك او راكب عربية او وات ايفر تقدر انك انت تتواصل مع شخص ايه، مع شخص اخر. خدت بالك اللي ممكن مجال الكوميونيكيشن بيمتد للوايرلس انترنت اكسس، الوايرلس مالتي ميديا، حاجة اسمها سنسور نيتوركس، بيمتد لمجال الشبكات. نسمع عن حاجة اسمها السمارت هوم. السمارت هوم يعني ايه؟ يعني البيت الذكي. البيت الذكي يعني ايه؟ يعني ممكن داخل البيت ده مش لازم الشخص يبقى موجود عشان يعالج مشاكل موجودة في البيت. مشاكل زي ايه؟ يعني افرض مثلا حصل ان في البيت في مثلا تسريب غاز، وممكن ده يؤدي الى ان مثلا البيت يتحرق، فتلاقي ان انت مش وانت مش موجود، لو حدث حاجه زي كده ممكن يحصل مشكله وخطوره في المنزل، لا تلاقي في السمارت هوم ان هو يبقى فيه سنسور يستدل على ان في تسريب غاز، يبدا ياخد اكشن او يبعت رساله لصاحب البيت، رساله مثلا على الموبايل ان في كذا كذا، بحيث ان هو ايه يقدر يلحق الموضوع. وكمان ممكن ان الموضوع يتم معالجته بدون تدخل من صاحب البيت، او من ان انت من غير ما تبعت له رساله. يعني كل دي تطورات بتبقى في مجال الايه الكوميونيكيشن سيستم بتاعنا. فطبعا اطار او الكلام على الكوميونيكيشنز ان جنرالز كلام كتير جدا، المهم ان احنا عايزين نفهم ايه الاساس وراء هذه المواضيع.
يعني الكوميونيكيشنز اللي بيتم ده بيتم ازاي وايه اساسه. انا عايزين بس نفهم احنا دلوقتي كل الحاجات دي شايفينها وحاسينها، لكن بتتم ازاي ما نعرفش. يعني كل واحد عارف ان هو ما بيجي يتكلم في جهاز الموبايل بيقدر يخاطب واحد زميله في مكان بعيد عنه، عارف حاسس بالكلام ده انه بيحصل فعلا، لكن كيفية حدوثه او ايه اللي بيتم فهو مش اوير بايه الموضوع. فهو الهدف اللي احنا عايزين من هذا الكورس ان احنا نفهم ايه الاساس وراء هذا الموضوع. الكورس بتاعنا هو اساسيات الاتصال، طبعا معلش هنا مكتوب اللي هي كوميونيكيشن ثيوري 1 لان انا كنت ما بندرسه، هو بيسمى بكذا مسمى، لكن احنا عندنا في بالنسبه لنا في المعهد مسمى الكورس هو فاندمنتالز اوف كوميونيكيشنز، اساسيات الاتصال. طبعا المرجع اللي احنا هنشتغل منه اللي هو مودرن ديجيتال اند انالوج كوميونيكيشن سيستمز اللي لاسي، يعني طبعا الكوميونيكيشن سيستم ده قد يكون الانظمه اللي بنشتغل عليها ديجيتال او انظمه ايه انالوج، خدت بالك؟ بس احنا تركيزنا في الكورس بتاعنا هيبقى على الانالوج، لان الانالوج هو اللي بدأ الاول، والمفروض انك انت تفهم الانالوج الاول وبعد كده بتطور نفسك بتبدأ تفهم الديجيتال، تمام؟ الريفرنس، في ريفرنسز تانية غير لاسي ممكن لو حد عايز يستعين بيحب انترست يقرا في ريفرنس، في ريفرنس اسمه كوميونيكيشن سيستمز انظمه الاتصالات لهايكن الاوثرز بتاعه، وطبعا الببلشر بتاعه جون وايلي اند سانز، ده كان قديم شويه سنه 94. وفي ايضا كتاب مرجع تاني اسمه برنسبلز اوف كوميونيكيشن سيستمز اساسيات الاتصالات لزايمر، طبعا برضو الببلشر الناشر اللي هو جون وايلي، وده سنه برضو 94. طبعا هذه المراجع في ناس كتير جدا بتبقى انترستد انها تقرا وتتبحر في المواضيع، فما فيش ما يمنع انك انت تستعين بمراجع، لكن بالنسبه لنا كمحاضرات انا يعني السلايدز كافيه انك تذاكر منها. عايز تستزيد وتتعمق في عندك مراجع اللي انا ذكرتها لك دي هتساعدك جامد. طيب تعال نشوف كده الايرلي كوميونيكيشن سيستم، برضو اللي هي الكوميونيكيشن سيستم في الاول كان ايه وبعدين تطورت بقت ايه والتطورات التاريخيه لانظمه الاتصالات. في الاول خالص كان النظام اللي كان موجود هو نظام التليجراف، يعني في الاول خالص نظام الاتصالات اللي كان موجود كان نظام الاتصالات اللي هو باستخدام التليجراف. طب التليجراف دي يعني زي ارسال نبائط كهربائيه من مكان الى مكان اخر، بتعبر عن نقل الداتا. ما احنا لسه عايزين نفهمك حته معينه قوي لازم تفهمها، ان الكوميونيكيشن سيستم عباره عن ايه اصلا؟ عباره عن ترانسميتر وريسيفر، يعني في ترانسميتر عندك وعندي ريسيفر، وبينهم بين الاثنين بين الترانسميتر والريسيفر التشانل قناه. المشكله كلها واللي خلت ماده الكوميونيكيشن تبقى في ماده اسمها ماده كوميونيكيشنز او يبقى في علم اسمه علم الكوميونيكيشن، ايه هو؟ التشانل. ما هو لو ما فيش تشانل يعني ما فيش قناه ما بين الترانسميتر والريسيفر، يبقى الترانسميتر راح للريسيفر من غير ما يعبر قناه، يبقى خلاص كان الترانسميتر هو الريسيفر، يبقى كده ما عنديش مشكله. لكن المشكله الرئيسيه عندي ايه؟ هي ان في قناه ما بينهم، القناه اللي بيعدي فيها دي، الميديم اللي بيعدي فيه ده، خدتوا بالكم؟ يبقى اي واحد يجي يسالك الكوميونيكيشن سيستم ده بيتكون من ايه؟ تقول بيتكون من الترانسميتر وريسيفر وما بينهم ايه؟ التشانل. اي كوميونيكيشن سيستم يبقى يعني مثلا نظام التليجراف هو كده برضو، عندي ترانسميتر وعندي ريسيفر وما بينهم ايه؟ التشانل. طب ايه اللي بيحصل في الترانسميتر؟ ايه اللي بيحصل في الريسيفر؟ ايه اللي بيحصل في التشانل؟ حسب الكوميونيكيشن سيستم اللي انت شغال عليه. يعني اي كوميونيكيشن سيستم هو ترانسميتر وريسيفر ما بينهم تشانل، ما بداخل الترانسميتر ايه، ما بداخل الريسيفر ايه، ما بداخل التشانل ايه، بيختلف من سيستم الى اخر، لكن المبدا عام اللي هو وجود ترانسميتر وريسيفر وما بينهم تشانل. فبيجي الاول النظام اللي هو التلغراف. التلغراف ده اللي هو ايه سنه ايه 1830، اتطور التلغراف ده من سنه 1830 عن طريق جوزيف هنري، جه بيفل شيلينج سنة 1832 طور فيه، ظهر نظام الموريس كود سنة 1837، بعدين سنة 1844. يعني تطورات للتلجراف، تلجراف واحد بيقول لك يعني انك انت زي كأنك بتبعت الداتا بتاعتك من الترانسميتر للريسيفر
واستخدام نبائط كهربائية. تطور الموضوع بقى انك انت لما بتيجي تبعت اشارة، خلي بالك الهدف الرئيسي انك انت حضرتك من الترانسميتر للريسيفر انت بتاخد حاجة معينة تبعتها من الترانسميتر للريسيفر، الحاجة دي اسمها الانفورميشن بتاعتك، البيانات اللي انت بتبعتها. البيانات اللي انا ببعتها دي المفروض ان حضرتك بتحولها لصورة تقدر تعدي في التشانل. يعني ايه؟ يعني بتحولها لصورة، الصورة دي اسمها السيجنال، الإشارة اللي أنت خدتها الترم اللي فات معانا. يعني أنت خدت معايا السيجنال الترم اللي فات. فحضرتك اللي بيطلع من الترانسميتر ده عبارة عن إيه؟ عن إشارة، لإشارة مناسبة للتشانل. إشارة سيجنال مناسبة لإيه؟ للتشانل. طب واحد يقول لي يعني إيه هذا الكلام؟ يعني مثلا أنت في لو أنت السيستم بتاعك مثلا زي التليفون، التليفونات الأرضية. طبعا التليفونات الارضيه دي كانت طفره كبيره قوي في عالم الكوميونيكيشنز. يعني تخيل انا قاعد في، رغم ان انا مثلا انا قاعد في بيتي بس بتكلم في التليفون الارضي، بتكلم في التليفون وواحد في مكان بعيد جدا. كان في الاول اصلا ما فيش الكلام ده، انت حضرتك عايز تبعت رساله لواحد ما كانش عندنا غير جوابات، تبعت له جواب. لكن انك انت حضرتك تكلمه في حاجه اسمها تليفون، جهاز ان انا اكلمه وهو يرد عليا، دي كانت طفره جدا في عالم الاتصالات. دي ظهرت في الايه؟ في 1876 اول حاجه الكسندر بيل عمل جهاز التليفون، الفكره بتاعته، وفعلا تمت مكالمه تليفونيه. طب هو هنا بقى ده كوميونيكيشن سيستم؟ اه، لان في ترانسميتر وريسيفر وما بينهم تشانل. طب التشانل عباره عن ايه؟ ايه التشانل، القناه ما بين الترانسميتر والريسيفر، اللي هي السلوك بتاعت التليفونات الارضيه. السلوك بتاعت التليفونات الارضيه دي عباره عن ايه؟ سلوك التليفونات الارضيه دي عباره عن ايه؟ كابلات نحاس. طب كابلات النحاس دي بتقبل، انت دلوقتي مدخل صوت، ينفع الصوت يعدي في كابلات النحاس؟ ما ينفعش. ليه؟ الصوت ده صوت، جيب يا سيدي كابل نحاس كده عدي فيه صوت، ما ينفعش. امال اعمل ايه؟ لازم الصوت ده يتحول الى اشاره كهربائيه. طب واحد يقول لي ليه؟ لان كابل النحاس طالب كده، اللي انا هعدي فيه، يعني كابل النحاس اللي حضرتك هيعدي فيه اللي هياخد الرساله بتاعتك اللي هي الصوت دي، ما يقدرش يقبلها صوت زي ما هي، لازم يحولها لصوره تانية اللي هي اسمها ايه؟ الاشاره الكهربائيه. خلاص؟ حولها الاشاره الكهربائيه، تمشي في التشانل، تروح الناحيه التانية عند الريسيفر، تبدا بقى ترجع لاصلها، ترجع للصوت تاني. يبقى كده هو ده الكوميونيكيشن سيستم اللي تم. يبقى الحاجه اللي حصلت ايه؟ ان الترانسميتر وظيفته عملت ايه؟ انه حول لي الحاجه لاشاره عشان اللي تشانل طالب كده. فالمثال على كده اللي هو مين؟ التليفون الارضي. وتطور هذا الكلام سنه مثلا، يعني التليفون ده خد مراحل في التطور. التليفون الارضي ده كان من اوائل الحاجات في الكوميونيكيشن سيستم، وخد مراحل زي ما احنا مكتوب عندك 1876، بعدين 1888، بعدين 1915. جه بقى بعد كده الوايرلس تليجرافي، بدأت العمليات اللي بتتم بس وايرلس. يعني ايه وايرلس؟ يعني بدون وجود سلوك. طب هو بدون وجود سلوك، اوعى تفتكر معنى ان انا مفيش سلوك ان كده مفيش تشانل. ممكن واحد يتلخبط يقول لك يبقى كده انا عندي ترانسميتر وريسيفر، طب التشانل ايه لو انا وايرلس؟ مفيش واير. وايرلس يعني مفيش واير، مفيش سلوك. طب التشانل تبقى ايه؟ الهواء. الهواء ده تشانل. تخيل الهواء ده تشانل. الهواء ده قناه. ليه؟ ازاي؟ اقول لك ازاي. الهواء ده اتنقلت، المفروض الاشاره بتاعتك من الترانسميتر للريسيفر عن طريق الايه؟ الهواء. يبقى الهواء بينقل، الهواء بينقل، بس بشرط ان الحاجه اللي تمشي في الهواء يبقى الهواء ايه؟ يقدر يقبلها، يعني حاجه تبقى مقبوله بالنسبه له. قال لك ايه الحاجه، شكل الاشاره بتبقى عامله ازاي اللي بتمشي في الهواء يا جماعه؟ حد عارف؟ يعني شكل الاشاره اللي بتبقى ماشيه في الهواء بتبقى اسمها ايه يا جماعه؟ موجات كهرومغناطيسيه. دي اللي بتمشي في الهواء. طب واحد يقول لي يبقى انا بعمل ايه في الترانسميتر؟ يبقى لازم يحول لي المعلومه اللي هي مثلا لو كانت صوت او لو كانت صوره او حاجه اللي بتبعتها دي، الداتا اللي انت بتبعتها لازم يحولها للصوره اللي هي تبقى في صوره مجالات كهرومغناطيسيه. ليه؟ لان التشانل اللي هي عايزه كده، الهواء ما يقدرش يقبل
الاشاره الا تكون في الصوره بتاعت الالكترومغنيتيك ويفز. واضح؟ تمام. طب مثال ثالث الفايبر، سمعنا عن كابلات الفايبر. كابلات الفايبر دي يعني انا مثلا ما بين الترانسميتر والريسيفر متوصل ما بينهم كابلات فايبر. كابلات الفايبر دي يا جماعه الميزه اللي فيها ان بتنقل الداتا بسرعه عاليه جدا اللي هي سرعه الضوء. طب بس بشرط ان حضرتك لازم البيانات تحولها لايه؟ لاشاره ضوئيه، للايت سيجنال. ده مهمه مين بقى اللي بيحصل في الترانسميتر؟ والريسيفر يرجعها. يرجعها تاني من الاشاره الضوئيه، يرجعها لاصلها. لو هي كانت صوت يرجعها للصوت بتاعها. تمام؟ فدي امثله او يعني توضيح للكوميونيكيشن سيستم. طبعا هو بيقول لك مثلا ايه؟ الوايرلس تليجرافي، التليجراف ده كان في الاول مش وايرلس، كان وايرد، بعد كده بقى وايرلس لحد مثلا 1901 ماركوني عمل تطور في الوايرلس تليجرافي. بعد كده جه نظام الراديو سيستم، ظهر بقى الراديو. ما الراديو ده يعتبر ايه؟ وايرلس. حضرتك لما بتيجي الاذاعه بتاعت الراديو اللي انت مثلا بتسمع فيها مثلا المحطات المختلفه بتاعت الراديو، هي جايه منين؟ من محطه الاذاعه. الاذاعه بتاعتك بتاعت الراديو اللي موجوده مثلا عندك في التحرير، المفروض ان هي ديت فيها معلومات معينه. طب هي المفروض انها بتبث المعلومات ديت ازاي؟ او بتتم هذه البث ده بيتم ازاي؟ ده فكره الكوميونيكيشن سيستم اللي تم. لكن اللي انا عايز افهمه ان في عندي ترانسميتر وفي عندي ريسيفر، اللي اتشانل في حاله الراديو ايه؟ الهواء. ما هو انا دلوقتي محطه الاذاعه بتبعت لي ازاي؟ بتبعت لي في الهواء، صح؟ ولا هو في سلوك؟ لا، مش وايرد، وايرلس. تمام؟ بيتم ازاي ده؟ علم معين. على فكره في ماده وفي كورس بيدرس في الكوميونيكيشنز، بس من الكورسات الاختياريه، اللي اسمه راديو اند تي في. بيشرح لك الراديو سيستم وبيشرح لك مين؟ التي في سيستم. بس احنا الهدف بتاعنا ايه؟ نفهم الاساس بتاع الموضوع. الموضوع بيتم ايه؟ بيتم ازاي؟ طبعا هي برضك الكوميونيكيشن سيستم نسمع عن الايه؟ لما اتطور التليفون الارضي جالك البابليك سويتش التليفون نتورك، ان انا بقى عندي زي سنترالات. خلي بالك انا من غير سنترال كانت المسافات بس قريبه ما بين انا بكلم واحد في التليفون، واحد قريب مني، فما بحتاجش سنترالات. لكن مع تطور الكفرج اريا، اتساع المساحات، زياده عدد السبسكرايبر، اضطرينا ان يبقى في عندنا زي سنترال. سنترال تبع كل محافظه، كل محافظه نحط فيها سنترال معين عشان السنترال دوت يوصلني بمحافظه تانية. يعني انا مثلا انا في القاهره عايز اخاطب واحد في اسكندريه، اكلمه ازاي؟ لازم اعدي على سنترال القاهره، والقاهره يخاطب سنترال الاسكندريه، واسكندريه هو بقى اللي يخاطب الايه؟ الشخص اللي موجود هناك في ايه؟ في اسكندريه، بشبكه معينه ليها سيستم معين. لكن ان جنرال ما خرجتش بره اطار الكوميونيكيشن سيستم، ما خرجتش بره ان في ترانسميتر وفي ريسيفر وفي ما بينهم تشانل. زي ما قلنا لك الراديو اند تي في برودكاستنج. يعني ايه برودكاستنج؟ دي برضو لازم نفهمها. اذاعه برودكاستنج يعني حاجه انك انت بوينت تو مالتي بوينت، يعني هي المحطه بتاعت الاذاعه والتلفزيون دي نقطه، النقطه دي بس لمجموعه او لجميع الناس اللي موجودين في الكفرج اريا بتاعتنا مثلا في مصر. فبالتالي ان انا قاعد في اي مكان اقدر ان انا استمع للراديو، استمع للتلفزيون، اشاهد القنوات التلفزيونيه المختلفه. يبقى ده ليه؟ لان الكوميونيكيشنز اللي تم ده ايه؟ يعتبر ايه؟ برودكاستنج. طبعا الكمبيوتر نتورك، الساتلايت سيستم، الكيبل تي في، السيلولار فونز. السيلولار فونز ده المقصود بيه الموبايل فون، البلوتوث، الجي بي اس، كل ده كوميونيكيشنز وتطورات في الكوميونيكيشن سيستم في توداي، في الزمن الحالي اللي احنا ايه بنعيشه. طبعا هنا الصوره اهي بتعبر عن ان الناس لما حصل طفره كبيره جدا في الكوميونيكيشن سيستم سهلت على الناس شغلها. حد ينكر ان وجود الموبايل كوميونيكيشن سهل له كتير من الشغل؟ الشغل دلوقتي مش زي الشغل زمان. انت دلوقتي مجرد بتكلم واحد زميلك في التليفون، بدل ما انك انت كنت مثلا تحتاس، افرض انا بره ومحتاج ان انا اقول لزميلي على حاجه، لو لسه الموبايل كوميونيكيشنز مش موجود كنت تضطر لازم ترجع البيت الاول عشان تستخدم التليفون الارضي وتكلمه. لكن دلوقتي انت تقدر تكلمه وانت بره. افرض انا مثلا دلوقتي مثلا كنت موجود في مكان معين،
واحد زميلي المفروض ان انا اقابله، فبعدين انا وصلت للمكان وهو مش عارف هو فين او متأخر عليا، انا عايز اعرف هو فين، ما اقدرش اخاطبه، ممكن ان انا اقعد استنى ربع ساعة تلت ساعة وامشي. لكن دلوقتي في موبايل تقدر تتصل بيه تعرف هو فين، يقول لك لا معلش انا هتأخر ساعة انا في المكان الفلاني. ما احنا ما اكثر تأخر الناس مع بعضها دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه. بس الفكرة انك انت دلوقتي ايه، يعني مشكلة زي دي انك قدرت انك انت تتواصل معاه وتعرف ان في مشكلة، تعرف ان افرض حصل له ظرف طارئ، ان هو مثلا في حاجة ومحتاجك تيجي تساعده، انت دلوقتي حاجة مثلا عربية مثلا عطلت منك، تقدر تتصل بواحد زميلك، تقدر تتصل بالميكانيكي يجي يتعاون معاك ويحل لك المشكلة. معاكش بقى موبايل تعمل ايه؟ مشكلة، تلاقي ان انت واحد في مشكلة كبيرة، تقعد بقى تدور مثلا اي حد في الشارع يجي ينقذك لو لقيت مش عارف ايه. فاصبح ان تطور الكوميونيكيشن سيستم ده اصبح ده سعادة للبشرية، زي ما انت شايفين كده الناس فرحانة بتطور الكوميونيكيشن ايه سيستم، ان ده يعني حاجة خير للناس وسعادة للناس كلهم. تمام كده، زي ما انت شايف هنا تليفون ارضي بيخاطب موبايل كمان، ويستطيع موبايل يخاطب موبايل، بيوري لك اهو. بنستطيع مشاهدة التلفزيون، شايف اسرة اهي بتشاهد التلفزيون معين، ممكن ان مثلا ان احنا يبقى في فرح في مكان يتصور فيديو يتباعت مثلا لناس يشاهدوا الفرح اللي تم دوت بالكوميونيكيشن سيستم. اي حاجه بتحصل بعيده عنك بقت دلوقتي كانك انت تقدر تشوفها بسهوله. زمان لو كنا نيجي نحكي لحد كده نقول له حاجه بتحصل في امريكا انت هتقدر انك تشوفها، يقول لك ده مجنون ازاي الكلام ده، لكن ما يتخيلش ما يتخ... الناس ما كانتش متخيله التطورات اللي حاصله في زماننا الحالي. يعني انت لو من اكتر مثلا من 200 300 سنه حكيت لواحد على الحاجات اللي بتحصل دلوقتي حاليا، يعني تقول له ده احنا هيحصل تطور في العالم بحيث ان احنا اي حاجه بتحصل في اي مكان في العالم احنا هنقدر نشاهدها ونشوفها، هتقول ده مجنون، مش هتبقى مصدق الكلام اللي هو بيقوله. لكن هو هذا اللي حصل، العلم ملوش حدود، تحديات العلم موجوده في كل الازمنه، والعلم في تطور دائم، يعني الكوميونيكيشن بالذات في تطور ايه دائم. طبعا احنا زي ما انت شايف هي الشبكات، مجال الشبكات طبعا عندك مثلا دلوقتي بقى في عندنا في الشبكات، زمان كان النت لازم يبقى فيه كارت متوصل على المودم عشان يتم تواصلك بالنت، لكن دلوقتي الاتصال بالنت بيتم عن طريق الايه الدي اس ال دلوقتي، والسرعات العالية للنت وبقى متوصل على الفايبر الاوبتيكال فايبر. الكوميونيكيشن سيستم اتطورت جدا والسرعات عليت جدا في نقل الايه في نقل البيانات. اهو هنا بيقول لي مثلا عندي البي اس تي ان البابليك سويتش التليفون نتورك الخاص بالتليفون الارضي اللي انا لسه كنت قايل لك عليه من شويه، اهي مجموعه ادي تليفونات اهي تابعه لسنترال معين اكستشينج معين اسمه لوكال سويتشنج معين. طبعا التليفونات متوصله بالسنترال بكابلات بيسموا طريقه الكابلات دي بتبقى ملفوفه بشكل معين اسمه تويستد بير. تويستد بير ده اللي هو انك انت برمه بتبرمهم على بعض، فبيسمى هذا ايه تويستد بير، بتلفهم بشكل معين وليه هدف معين ان انا بعمل كده. طبعا لما تدخل في مواد زي الترانسميشن لاين والترانسميشن ميديا بيشرح لك الحاجات دي ايه اسبابها، لكن انت بس بتفهم زي بيزكس دلوقتي. طيب ممكن ادي سنترال بيخاطب سنترال، طب دي مسافة كبيرة، ممكن ان هو يبقى ايه يا اما بيستخدم فايبر عشان السرعات العالية، يا اما لو خاطب بعضه بالمايكروويف يبقى وايرلس. كل ده ممكن يتعمل الكوميونيكيشن سيستم تقدر ان هي تعمل حاجة زي كده. طبعا ادي السنترال التاني متوصل بايه بالتليفون، يبقى ايه بقى من خلال الكوميونيكيشن اللي قدامي اللي مرسوم قدامي، التليفون اللي على اليمين اللي انا شايفه ده يقدر يخاطب مجموعة التليفونات اللي موجودة عندي على الشمال بسهولة من خلال السيستم بتاع الايه البابليك سويتشنج تليفون نتورك. طبعا هنا هو بيقول لك هنا بيهندل لوكال كولز، يا اما التليفونات المحلية يعني على المستوى زي ما قلت لك في نفس الاريا نفس المحافظه يبقى دي لوكال كولز،
المكالمات محليه. طب انا لا ده انا بكلم واحد في محافظه تانية، يبقى بقت ايه؟ مش على النطاق الايه المحلي بس، يعني على نطاق المحافظات. فبالتالي ان سنترال يخاطب سنترال. ايضا بقت في تطور، بدا بقى السيركت سويتش نتورك، عشان طبعا الشبكه بتاعت السيركت سويتش، ان انا مثلا ببقى مخصص يعني مسار معين بتمشي فيه ايه المكالمه. اتطورنا بالفاكس والمودم. ما هو في الاول كانت التليفونات الارضيه، بعدين نشا فكره الفاكس، انك تقدر دلوقتي كان تبعت اي مثلا رساله بتكتبها مثلا وتبعتها بالفاكس لاي مكان. يعني انت تقدر مثلا يجي مثلا في المعهد يقول لك ايه، خلي حد يبعت لي فاكس. فاكس ده بيبقى ايه؟ كانه بعت لك رساله معينه، جواب معين بالفاكس. المودم يبقى قدر ياكسس الانترنت. تطور الموضوع بقى الدي اس ال، اللي هو استخدم سرعات العاليه بقى. الدي اس ال هنا بيبقى السرعات العاليه. طيب يبقى ما زلنا في الكلام عن اهميه عالم الكوميونيكيشن. زي ما انتم شايفين، انتم الحاجات دي محسوسه بالنسبه لي، يعني انتم شايفينها ومشاهدينها جدا. يعني دلوقتي طبعا المراحل، يمكن التليفون الارضي، انت مثلا طبعا الطلاب مثلا التليفون الارضي ده سموا عليه زمان قوي، بس ما عاشوش الفتره اللي فيها كان التليفون الارضي لوحده. لان تلاقيه مثلا انت ما كبرت شويه، لقيت الايه الموبايلات بدات، النت، ما شفتش ان ما فيش دي اس ال، السرعات العاليه بتاعت الدي اس ال. انت كنت يعني شفتها دلوقتي ان الدي اس ال شغال، لكن قبل كده مثلا الدي اس ال ده ما كانش موجود. فالسرعات لما كانت قليله، كان لما تيجي تنقل البيانات تلاقي انك انت مثلا ايه، واحد عايزك تبعت له ميل فيه صور، تلاقي ان الصوره دي صعبه قوي. ليه؟ لان نقل الصور ايه بيحتاج ايه، سرعات عاليه لنقل البيانات. فلما كان الدي اس ال مش موجود، ما حسيتش انت بالمشكله دي، لانك انت ايه لما كبرت لقيت ان الدي اس ال ايه موجود. يعني الحاجات دي انت ما شفتش عدم وجودها. فعدم وجودها، لو انت كنت مثلا موجود اثناء عدم وجود هذه الحاجات، كنت تستشعر بان الكوميونيكيشن سيستم اتطور وخدم البشريه ازاي، واهميته اللي موجوده عندنا وملحوظه بشكل كبير زي ما احنا شايفين. طيب نيجي نبص برضو، عندي السيلولار سيستم اللي انا قلت لك عليه، اللي هو موضوع الموبايل كوميونيكيشنز. يعني ايه برضو سيلولار سيستم اللي انا، او اساسيات سيلولار سيستم بيزكس، يعني ايه اساسيات السيلولار سيستم؟ قال لك السيلولار سيستم ده ببساطه جدا ان هو مقسم الكفرج اريا، المنطقه اللي بيتم فيها الكوميونيكيشن، ل في شكل خلايا سيلز اهي. فعشان كده سموها سيلولار سيستم. يعني انا شايف هنا كذا خليه اهي. طب وايه الهدف ان كذا خليه؟ قال لك ان كل خليه فيها محطه، محطه معينه، بيز ستيشن. طب والسيلولار سيستم ده يعتبر نظام ايه اللي بيستفيد منه؟ الموبايل كوميونيكيشنز. الموبايل كوميونيكيشنز شغال على المبدا او الكونسيبت بتاعت الايه، السيلولار سيستم. زي ما هو كاتب عندك الجيوغرافيك ريجون، يعني المنطقه الجغرافيه عندك بتتقسم لمجموعه من السيلز على شكل سداسي، ادي سيل وادي سيل وادي سيل وادي سيل وادي سيل وادي سيل، زي ما انت شايف كده السيلز المختلفه. طيب السيلز اللي موجوده عندي دي في بتعامل كده مع ترددات مختلفه، مع تايم سلوتس مختلفه، مع اكواد مختلفه، تمهيدا ان في اكسس تكنيكس مختلفه انا بتعامل معاها في نقل الداتا. يعني اكسس تكنيك مختلفه، يعني حضرتك برضو هتعرف في مجال الكوميونيكيشنز انك انت عشان يبقى عندك شبكه معينه بتتعامل معاها، الشبكه دي بيبقى متخصص لها باند معين. طب الباند ده اللي هو متخصص لها بيتقسم على مجموعه من اليوزر، ما الشبكه دي فيها يوزرز كتيره بيستفيدوا منها. طيب المفروض الباند دي تتوزع على اليوزر. طب تتوزع ازاي؟ كل يوزر ياخد ايه؟ يا اما ياخد جزء من الباند معين، باندات يعني فريكوانسي، يبقى ده هو كلمه فريكوانسيز، واخد باندز معين، كل المعلومات بتاعته كلها في باند، فده يبقى اسمه ايه؟ فريكوانسي ديفيجن مالتيبل اكسس، ان هو واخد بيأكسس الشبكه بتردد معين، بباند من التردد المعين. طب ما ممكن يجي برضو يأكسس بايه؟ بتايم سلوت.
يعني ياخد زمن معين، انت تاخد زمن غير زميلك غير زميلك، يعني الاكسس تكنيك بتاعك، يعني كل يوزر مختلف عن التاني في التايم. ممكن في الكود كل واحد مختلف عن التاني في الكود، يبقى دي المعنى بس كده بشكل بسيط قوي. يعني المكتوبه دي فريكوانسز او تايم سلوت او كود ار يوز ريوز، يعني يعاد استخدامه. خلي بالك مش طول الوقت حضرتك واخد فريكوانسي حاكرها لنفسك، لا انت في وقت مش شغال فالفريكوانسي دي ممكن واحد يجي يستخدمها غيرك. كذلك التايم سلوت، انت واخد زمن معين، انت محجوز لك هذا الزمن لليوزر ده. طب ما اليوزر مش شغال دلوقتي، يبقى الزمن ده يروح لواحد تاني فيعاد استخدامه. كذلك الاكواد، حضرتك واخد كود معين غير زميلك، غير زميلك التالت، يعني انتوا لو كذا يوزر كل يوزر واخد كود معين. طب انا الكود ده واخده امتى؟ وقت الاستخدام، وقت اللزوم. خدت بالك؟ فانت لو واخد كود يبقى الاكسس تكنيك بتاعك كود. لو انت واخد تايم سلوت يبقى الاكسس تكنيك اسمه تايم. لو انت واخد فريكوانسي يبقى اسمه فريكوانسي، يبقى حسب انت واخد ايه؟ انت بتاكسس الشبكه بايه؟ بتردد ولا بتايم سلوت ولا بكود؟ طبعا هذا الكلام بقى بيقول لك بيميزه لك انك لو انت شغال على الانالوج سيستم، الانظمه الانالوج بتستخدم فريكوانس، كل يوزر ياخد فريكوانس لو انت شغال على انالوج سيستم. خدت بالك؟ لو انا شغال ديجيتال سيستم ياخد يا اما بيبقى تايم يا اما كود. يبقى اليوزر اللي بيأكسس الشبكه لو خد تايم او كود يبقى ده الانظمه الديجيتال. الانظمه الانالوج بيستخدم مين؟ فريكوانس. يبقى دي برضو معلومه من الاساسيات اللي لازم بنبقى ايه عارفينها. خلال طبعا الكورس هنتعرف على حاجات زي كده. في حاجه اسمها الكود شانل انترفيرنس بتوين سيم كلر سيلز، نفس الكلر، يعني يحصل تداخل ما بين التشانلز وبعضها، يحصل انهم يتداخلوا. طبعا الانترفيرنس ده بيتم ازاي؟ زي ما هنتعرف عليه في الاساسيات بتاعت الماده الكوميونيكيشن سيستم. لما يكون عندك السيستم بتاعك دوت واخد باند معين، واحد تاني خد شاركه في الباند ده، في جزء من الباند ده حصل انترفيرنس، يحصل انترفيرنس معين. انترفيرنس ده التداخل ده يعمل مشكله في لوسز في الانفورميشن، الداتا اللي بتتنقل هيبقى في فقد فيه. طيب من ضمن الحاجات برضو اسمها الهاند اوف من خلال المحطات. الهاند اوف ده نسمع بنحسه وجامد قوي. انت دلوقتي بتكلم زميلك في التليفون، مش ساعات المكالمه تفصل ويرجع تاني يتحرك تقول له انا مش سامع، وبعدين يتحرك شويه يبقى ترجع يقول له اه خلاص انا سمعتك. طيب الحته اللي حصل فيها ان الصوت سكت ده اسمه الهاند اوف. طب وده حصل على اساس ايه؟ ليه كونسبت معين، بيزكس معين حصل دي. او هاند اوفر، يعني فاهم ازاي؟ وانت بتكلم زميلك يحصل شوشره على المكالمه، تلاقي ان المكالمه كده ايه مش باينه، باين الصوت كده مش قادر تسمعه، جوده الصوت مش عارف تسمع، مش عارف تفسر هو بيقول ايه، فتقول له لا ده الشبكه ضعيفه عندك، يقعد يتحرك يتحرك يتحرك. طب هو ليه ده حصل او تم ازاي؟ فده في علم الموبايل كوميونيكيشنز بيتشرح ان ديتيلز ده تم ازاي. هو ببساطه جدا ده بيتم انك انت تابع وانت بتتكلم، بتبقى في سيل معينه، انتقلت من سيل لسيل يبدا يحصل الموضوع ده. يعني انتقلت من سيل لسيل، طول ما انت داخل السيل مفيش مشكله. ليه؟ لانك تابع لبيز ستيشن معينه. لما بتتنقل لسيل تانيه يبقى انت ايه؟ تتبع لبيز ستيشن تانيه. طب عقبال ما بتروح من البيز ستيشن دي للبيز ستيشن دي هي دي اللي بتعمل المشكله، فبتحس بالديلي ده في صوره الهاند اوف. ما هو خلي بالك، انا وانا بكلمك دلوقتي ممكن اكون انا ما بيوصلك الكلام بيتاخر، بس انت التاخير ده مش فارق معاك او مش حاسه. لكن لما يجي بيتنقل من بيز ستيشن لبيز ستيشن التأخير اللي بيحصل بتحسه، بيبقى تأخير جامد، أو إنه الكلام مش راضي يوصل، أو الكلام ما يتسمعش خالص. خدت بالك؟ فمنطق الانتقال من سيل لسيل بيحدث إنك أنت كأنك بدل ما تابع لبيز ستيشن معينة، لا ده أنت تابع لمحطة تانية عشان تسويتش بقى من المحطة دي للمحطة دي، يظهر الهاند اوف ده. بكلام بسيط جدا، لكن طبعا الكونسبت بيتم ازاي ان ديتيلز تبع الكورس بتاع الموبايل كوميونيكيشن اللي بيشرح فيه الموبايل كوميونيكيشن. طبعا هنا هو بيبين لي ادي السيلولار فون موبايل تليفون
طبعا ممكن الموبايل، خلي بالك مش لازم الموبايل يخاطب ايه موبايل، لا ما ممكن يخاطب ايه تليفون ارضي، خدت بالك؟ فلذلك انت ممكن انك انت لما تيجي تتكلم تتكلم مش تتكلم موبايل زيك، لا ممكن تكلم ايه تليفون. التليفون ده تابع لايه؟ لسنترال، والتاني تابع لبيز ستيشن. ففي عندي موبايل تليفون سويتشنج اوفيس، وده طبعا علم. وازاي بيتم الموضوع دوت، ده محتاج برضو دراسة، ومحتاج يبقى مثلا مادة كاملة تشرح لك بس ازاي حاجة زي كده بتتم. خلاص، طبعا الموبايل كوميونيكيشنز برضو مثلا عندك حاجة طبعا، ويمكن سمعنا عنها، اللوكال اريا نتورك، اسمها اختصارها لان. اللان يعني ايه؟ يعني انا عندي مجموعة من الاجهزة داخل اريا معينة، اريا صغيرة، ممكن في بيتك حضرتك معاك مجموعة من الاجهزة، رحت موصل الاجهزة دي ببعضها، يبقى انت كده عملت لان في بيتك. بلاش ابسط الامور، لو جهاز الكمبيوتر اللي عندك في البيت وصلته على برينتر، انت عملت لان، لان ده جهاز اتوصل بجهاز، ما الكمبيوتر ده جهاز والبرينتر ده جهاز، والاثنين متوصلين ببعض، يبقى انت عملت لان وانت مش واخد بالك. خدت بالك الحاجات دي كلها عندك وبتشوفها، بس مش فاهم ايه المعنى، او مش فاهم ما وراء الكواليس زي ما بيقولوا. فهو هنا بيوضح لك، حضرتك عايز عندك جهاز اهو بيخاطب جهاز، بيبعت داتا معينه، شايف الداتا اللي بيبعتها اهي بتمشي في الكيبلز ده، وبعدين تروح، بس طبعا مش بتمشي هي از اتيز في الكيبل، ليها طريقه عشان تمشي في الكابل ده، بس ايه معنى مبسط عشان بس ما الناس ما تفهمش غلط. فطبعا الصوره اللي ماشيه فيها محطوطه في صوره ايه؟ 01 و01. الله، ايه الصوره دي؟ ايه الصوره دي؟ ايه صوره الديجيتال، يعني محطوطه في صوره ديجيتال. طب وليه محطوطه في صوره؟ لان ده جهاز كمبيوتر، ما يفهمش ايه؟ ما يفهمش الانا، ما يفهمش حاجه غير الزيروز والوانز، ما يفهمش الحاجات الرقميه. لذلك اللي بنسمع عنه دلوقتي يقول لك التحول الرقمي. يعني ايه التحول الرقمي؟ يعني كل حاجه حولها لزيروز والوانز عشان الكمبيوتر يبقى ايه؟ فاهمها. فده الانظمه الايه؟ اللي هي الايه؟ الديجيتال. طبعا هنا بيقول لي مثلا في السلايد، لوكال مينز كل كمبيوتر يقدر يسمع اذر كمبيوتر في اريا صغيره. طبعا هنا لو انا شغال ديجيتال، بدل ما بشتغل السيركت سويتش، لسه قايله من شويه، السيركت سويتش ان انا في تشانل مخصصه ما بين الترانسميتر والريسيفر، طول ما المكالمه شغاله التشانل دي مخصصه، لا الباكت سويتش مش مخصصه. الباكت سويتش يعني ايه؟ بتبقى لو انت شغال ديجيتال، نقل الداتا ديجيتال، هتبقى شغال بنظام اسمه الباكت سويتش، فكاتب لي بين قوسين نو ديديكيتد تشانلز. يعني ايه ديديكيتد؟ يعني مش مخصصه. يعني ايه مش مخصصه؟ يعني حضرتك لما جيت تبعت الداتا من مثلا في الكمبيوتر اللي على الشمال ده، انا مشاور عليه بالماوس، للكمبيوتر اللي على اليمين ده، انت بعت مش انت بعت؟ طيب لازم لو في واحد تاني عايز يستخدم نفس اللاين ده، يقعد يستنى ده لما يبعت لده؟ لا مش لازم. ليه؟ لانه شغال بنظام الباكت سويتش، يقدر الكيبلز يستحمل داتا تانية وداتا تالتة. لكن بالنسبة لو انا شغال بنظام السيركت سويتش، يفضل التشانلز بتاعتي مخصصة طول الوقت، فلذلك الداتا بتتقسم لمجموعة من الباكتس، حاجات صغيرة كده. كأن عارف انت ازاي؟ لو انت عندك طريق، هي مثال عشان نوضح ايه السيركت سويتش والباكت سويتش. لو انا عندي طريق، الطريق ده عرضه يا دوب يعدي عربية نقل، يا دوب. طيب لو في عربية نقل مشيت فيه، خلاص ما ينفعش عربيات تانية تمشي عشان النقل خدت العرض كله، عرض الطريق. فده يبقى شغال بنظام السيركت سويتش، ان طول ما العربية النقل ماشية الشارع ده مخصص ليه، لحد ما توصل بقى يبدأ حاجة تانية تدخل. خلاص. طب لو انا بقى مش شغال بقى عربية نقل، ده مجموعة من العربيات الصغيرة، ينفع اكتر من عربية يمشي، ينفع ايه؟ زي ما بنقول كده، لو انت عندك مجموعة من العربيات الصغيرة، العربيات الصغيرة دي لو عربية صغيرة بس اللي مشيت، ينفع واحدة تانية واحدة تالتة واحدة، طالما الشارع يتسع. انما لو كانت عربية نقل حجزت الطريق لنفسها. فلو انت شغال بنظام السيركت سويتش، يبقى انت طول ما المكالمة شغالة ما بين الترانسميتر والريسيفر، ما اقدرش ادخل واحد تاني على المكالمة دي، على الخط ده. مش كان يجي تسمع زمان يقول الخطوط كلها مشغولة؟ انما لو انت شغال بنظام الباكت سويتش، ينفع اكتر من اليوزر على نفس الايه؟
يعني في سقط، لان هم متقسمين البيانات متقسمه بروكن داون انتو باكيتس زي ما هو كاتب لك كده لقطع صغيره، فتقدر ان هي ايه لما تيجي تتنقل في كيبلز ما يبقاش ديديكيتد، مش مخصص التشانل هنا، مش ايه مش مخصص. دي مهمه قوي المعنى ده. في برضو اوسع منه الوان، لو انت حضرتك بدل مثلا انت في مكان عايز تخاطب مكان بعيد وايد اريا نتورك، اللوكال اريا الرينج بتاعه حوالي 100 متر بس، اخرك ما الرينج اللي واخده المدى بتاعك كمسافه 100 متر. التشانل اكسس تشير راندوم اكسس، بيقول لك الوان الوايرلس، في حاجه بقى اسمها الواير، مش الوان بقى اسمه الوايرلس لان. ممكن يبقى اللان اللي انت شغال عليه ده في نفس الاريا بس الاتصال ما بينهم ايه، عملت اكسس بوينت فخليت الاتصال ما بينهم وايرلس من غير سلوك، يبقى ده اسمه وايرلس لوكال اريا نتورك دبليو لان. يبقى هنا بدل ما بيتصلوا بكابلات متوصلين بالوايرلس. وفي بقى اللي هي الوان، الوان دي بقى غير الوايرلس لوكال اريا نتورك، الوان ده يعني على مسافات ايه بعيده، يعني في الاجهزه وبينها وبين بعضها التواصل ما بينهم ايه في مسافات ايه بعيده. ادي هي اللي هي الوايد اريا نتورك، طبعا دي بقى ليها استراكشر خاص بيها، هنا على مسافات بعيده جدا ما بين اليوزر واليوزر التاني، فواخده مساحه زي ما انتم شايفين الشبكه بقى، شوف ازاي، وفي باك بون اللي هي زي حاجه اللي هي تعتبر زي جزء بيتوصل بجزء تاني عشان يتوصلوا ببعض، زي ما قلنا سنترال بتوصل بسنترال، فيجي يقول لك مثلا انترنت سيرفيس بروفايدر مزود خدمه الانترنت بيوصل رقم ايه، بيوصل لمزود خدمه الانترنت رقم بي، ده بيتوصل بقى بمجموعه الاجهزه البعيده، فعمل شبكه كبيره جدا زي ما انتم شايفين كده، تسمى هذه الشبكه اللي هي الوان او الوايد اريا نتورك. ايضا الساتلايت كوميونيكيشنز، الساتلايت كوميونيكيشنز ده الميزه بتاعته اللي بنسمع عنها الساتلايت سيستم، ان الاتصال على مسافات بعيده جدا. فكرته الرئيسيه ايه؟ ان انا بيبقى في عندي جسم بيبقى ماشي في السبيس، المفروض ان هو بعيد عن سطح الارض، وفكرته جت من فكره القمر، يعني القمر الطبيعي عملنا منه القمر الصناعي. الفكره بتاعت القمر يعني الواحد قعد يفكر كده قال لك طب لو القمر ده بيلف، يعني موجود شايف الارض كلها على، يعني مثلا كان مثلا عندي لو انا حطيت جسم زي القمر بيلف حوالين الارض، يبقى كده كانه شاف الارض كلها. فطب انا لو عايز مثلا واحد عايز يبعت لواحد تاني بعيد، يبقى عندي محطه ارضيه تخاطب تبعت اشاره للساتلايت ده، الجسم القمر الصناعي اللي هو الجسم اللي موجود في الايه في الفضاء، وبعدين القمر الصناعي يبعت للايه للمكان التالي. يبقى دي الفكره الرئيسيه، يبقى في عندي جراوند ستيشن ده بيسمى الترانسميتر، بيبعت لمحطه ارضيه ثانيه في مكان ثاني، بيبعت لمين؟ بيبعت للساتلايت، والساتلايت ده يبعت لمين؟ للمكان التاني. طبعا الاشاره هنا في الحاله دي وايرلس، يعني في الهواء، انت المحطه الارضيه ما بتبعت الساتلايت مش بسلوك، انت هتجيب سلك توصله ما بينك وبين القمر الصناعي؟ لا طبعا. فيبقى لازم الاشاره تبقى في صوره مايكرويف سيجنال. طب وبتتبعت مسافه بعيده، يبقى لازم التردد يبقى عالي جدا. لذلك لما نيجي نقول الترددات اللي بيشتغل عليها الساتلايت كوميونيكيشن بيبقى في رينج الجيجا، جيجا هرتز. ليه؟ عشان مسافه بعيده جدا. خدت بالك الموبايل كوميونيكيشنز مش بيحتاج المسافات العاليه دي، لذلك الترددات بتاعته بتبقى اقل من الجيجا، بتبقى قليله شويه عن تردد. يعني مثلا ممكن واحد يسالك الترددات اللي شغال عليها الموبايل قد ايه؟ اكتر ولا الساتلايت كوميونيكيشنز؟ لا الساتلايت اكتر. ليه؟ عشان البعد، الساتلايت بيعتمد على البعد لان الساتلايت بعيد. لان خلي بالك ان الموبايل بيتم ازاي؟ من نقطه لنقطه، خلي بالك مجموعه من الابراج بتسلم لبعضها، برج بيسلم لبرج بيسلم لبرج، فكلهم ايه مسافات قليله، فما بيبقاش زي الساتلايت كوميونيكيشنز المسافه ما بين الترانسميتر والريسيفر مسافه بعيده جدا، فبتحتاج الرنجات عاليه جدا من الترددات، عاليه جدا من التردد. طبعا هنا الساتلايت كفر فيري لارج اريا، ديفرنت الارتفاعات بتاعت الاوربت مختلفه، والاوربت المدارات اللي بيمشي فيها الساتلايت مدارات مختلفه،
مدار اسمه الجيو، مدار اسمه الليو، الليو يعني لو ايرث اوربت، وفي الميو ميدل ايرث اوربت، ميدل يعني وسط، اللو يعني قريب من الارض، مدار قريب من الارض، ما هو بيمشي في مدار، الساتلايت ده بيمشي في مدار حوالين الارض. وله علم، يعني في ماده اسمها ساتلايت كوميونيكيشن بتشرح بالتفصيل هذا الكلام، والابلكيشن بتاع الايه الليو والميو والهيو، الهيو اللي هي الهاي ايرث اوربت، يعني لو كان المدار بتاعك بعيد جدا عن سطح الارض، تمام كده. وطبعا الكوميونيكيشنز بتاع الساتلايت ده بيمتد ان هو بيخدم الراديو والتي في برودكاستنج، يعني زمان الراديو والتلفزيون كانوا ايه على نطاق التي في، نطاق مفيش ساتلايت، مفيش ساتلايت يعني ايه؟ يعني حضرتك بتستقبل من محطة الإذاعة والتلفزيون القنوات العادية، القنوات المصرية. طب لو دلوقتي أنا بقى عندي القنوات الفضائية، عايز قنوات الفضاء اللي هي القنوات اللي قناة في تركيا وقناة مسلسل تركي والمسلسلات مش عارف إيه والحاجات اللي إحنا عارفينها، طب أنا دي أسمعها إزاي؟ عن طريق القمر الصناعي. ليه؟ وحضرتك القنوات الفضائية دي أنت بتوصل لك إزاي؟ حضرتك مش بتركب طبق عندك بتحطه في السطح في التوجه الغربي، طب وإيه الهدف من الطبق ده؟ وبيتوصل على الريسيفر عندك، طب الطبق ده إيه الهدف منه؟ ما الطبق ده بيبقى متوجه للإيه؟ للقمر الصناعي اللي موجود، بحيث إن هو القمر الصناعي ده بيستقبل من محطة أرضية تانية بعد هذه القنوات. خدت بالك؟ فشوف يبقى دخلنا مجال الإيه الساتلايت كوميونيكيشن في التي في مع التي في عشان نقدر ان احنا ايه نوسع مجال الكوميونيكيشن سيستم الخاص بالتلفزيون، تمام. طبعا هنا مشكله رئيسيه من ضمن المشاكل اللي اسمها اللاتنسي، اللاتنسي اللي هي ليت، ليت كلمه ليت يعني ديلي، بس لاتنسي يعني راوند تريب ديلي، راوند تريب ديلي يعني رايح وراجع، فبياخد وقت. يعني انت دلوقتي لما بتيجي ده محطه ارضيه هنا بتبعت لمحطه ارضيه تانيه، ده بتبعت للساتلايت والساتلايت يبعت، يعني في حاجه وسيطه اللي هي الساتلايت، يعني انا ببعت للساتلايت والساتلايت يبعت للمحطه الثانيه، ففي زمن رايح وزمن راجع، فيبقى في ديلي اسمه راوند تريب ديلي، فدي ممكن تعمل مشكله في الديلي. يعني ممكن واحد يقول لي طب انا لما ببعت مباشر غير ما ببعت لواحد في انترميديت في وسيط، فده ياخد وقت. دي من ضمن المشاكل اللي موجوده، بتدرس هذه المشاكل المفروض عندك فين؟ في كورس الايه ساتلايت كوميونيكيشن. لكن انت الهدف بالنسبه لك هو ايه؟ انك تفهم البيزكس. هو باين لك انت عندك التي في سيجنال في محطه ارضيه بتبعت للساتلايت، الساتلايت يبعت للريسيفر اللي هو الدش اللي عندك في البيت. ده مثال محسوس جدا يفهمك الساتلايت كوميونيكيشن انت شايفه عندك في البيت، بس مش عارف الايه الاساسيات او الموضوع ماشي ازاي. فهو ده اللي بنوضحه لك من خلال هذا الكورس. طيب هو كده كانت الحمد لله المقدمة السريعة الخاصة بالمادة بتاعتنا اللي هي أساسيات الإيه الاتصال. يعني كده أنا اديت بس إيه زي مقدمة عن المادة، لسه هنكمل في الأساسيات الخاصة بالمادة، هنكمل مع بعض إيه إن شاء الله المحاضرة القادمة. يعني كده يكتفى يعني بهذا القدر. في حد عنده أي أسئلة؟ لا تمام يا دكتور. تمام. طيب هنسيب بس المحاضرة.